السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد، وفيلا دوبلكس بحمام سباحة خاص ومدخل خاص وجراج بالعفش بسعر لقطة في اسكندرية العجمي شاطئ النخيل. شفنا بعض واجهة الفيلا، عبارة عن الطابق الأرضي والطابق الأول. عندي هنا دي غرفة مخزن، هندخل نبص مع بعض على حمام السباحة. وعندي هنا كنب من الطوب الفرعوني، تراث رائع وممتاز جدا. على شمالنا هنا موجود عندي حمام السباحة، متقفل بورجل خشب. موتور مياه خاص. ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. تقفيل حديد ممتاز جدا، زيادة أمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند الريسبشن، كبير ما شاء الله ومربع ومتشطب كويس جدا، تشطيب جبسون برضو ألوان هادية وديكورات مميزة جدا. الريسبشن موجود فيه عندي هنا السلم الداخلي من الرخام اللي بيطلعنا للطابق الأول، وقصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني. المطبخ عندي من الداخل، وتقابلني هنا المستوى التاني موجود فيه غرف النوم والحمام. ما شاء الله عندي هنا تاني غرفة نوم، العفش جديد، تشطيب هادي وراقي جدا. دي غرفة نوم أطفال ما شاء الله، عفش جديد جدا لم يستخدم. على يمني هنا موجود عندي حمام، ده حمام ضيوف. بجوار من أول غرفة عندي هنا الغرفة التانية، نفس مساحة الغرفة الأولى، موجود فيها برضو 2 سرير كبار ودولاب كبير ومتشطبة، تشطيب ممتاز جدا. وجوار منها مباشرة موجود عندي هنا الحمام، ده الحمام الرئيسي، تشطيب ممتاز. الغرفة دي عندي هنا اللي بتطل على التراك الكامل بطول الشاليه اللي هو فيه حمام السباحة. ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. نطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي من الرخام، بيطلعنا للطابق الأول.
بسم الله ما شاء الله. عندي هنا ريسبشن متشطب برضو كويس جدا، تشطيب جيبسون برضو الوان هادية وديكورات مميزة جدا. متقفل بقى لمونتالو، متقفل حديد بالكامل، زيادة امان. دي الاطلالة بتاعت الشارع، بتطل على شارع عرضه 12 متر. قصادنا هنا موجود عندي الليفينج، وموجود عندي السفرة دي في قطعة الريسبشن. ما شاء الله تشطيب هادي وراقي جدا، نفس الديزاين برضو تحت. موجود على يمنا هنا عندي مطبخ امريكاني، وفي المستوى التاني هنا عندي برضو غرفة النوم والحمامات. على شمالنا موجود عندي هنا الحمام التالت، وقصادنا هنا موجود عندي تالت غرفة نوم. دي اكبر مساحة غرفة نوم، شايلة معايا غرفة نوم كاملة ومتشطبة كويس جدا، تشطيب فوق الممتاز، تشطيب جبسون برضو الوان هادية وديكورات مميزة. تحفة ما شاء الله، ممتازة جدا. الغرفة دي ماستر، ليها حمام عندي هنا على يمنا، حمام خاص بيها متشطب، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب سوبر لوكس. شغل جميل ومميز جدا. ما شاء الله العرض عندنا كويس جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب.